بسم الله وكفى والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى ومن بسنته اقتفى إلى يوم لقاء المولى عز وجل. أما بعد، نرحب بكم على موقعكم كوردي زاد في سلسلة التمارين. تمريننا اليوم هو حول درس مقاصد الشريعة الإسلامية. بسم الله نتوكل على الله. يقول التمرين: شرع الله لنا عدة أحكام، يعني الله عز وجل أعطانا عدة أحكام، فأمرنا بالكثير مثل الصلاة والصيام، ونهانا عن الكثير كالسرقة والزنا إلى غير ذلك، وأباح لنا ما هو مباح كاستعمالنا للنظارات مثلا، أو لاستعمالنا للطائرات والمركبات، فأباح لنا ما ينفعنا. أكيد أن هذه المباحات لها نفع لنا. كل هذه الأحكام لم يشرعها الله هباء أو جعلها سدى، بل لها مقاصد شرعية شرعت لأجلها. أولا، عرفي المقاصد. ثانيا، أذكر أقسام المقاصد. ثالثا، أذكر أهمية ترتيب المقاصد. المقاصد هي الغايات والأحكام، أي الهدف والحكم والأسرار من وراء تشريعات الله عز وجل، تحقق لنا عبودية الله وتحفظ مصالحنا. أقسام المقاصد تنقسم إلى ثلاث: ألف، ضروريات، وبها حفظ الدين وحفظ النفس وحفظ العقل وحفظ العرض وحفظ المال. ب، الحاجيات، وهي بين قوسين الرخص. جيم، التحسينيات، وهي ما محاسن العادات ومكارم الأخلاق. ثالثا، أهمية ترتيب مقاصد الشريعة. هناك ثلاث أمثلة: إباحة شرب الخمر لمن اضطر إلى عند انعدام المشروبات بسبب العطش الشديد، أي إذا عطش أحد عطشا شديدا أو كانت به غصة، يعني حيجيف، وانعدمت جميع المشروبات ووجد خمرا، فيجوز له شربه. وهنا دليل على أن الله عز وجل قدم حفظ النفس على حفظ العقل، يعني أنه يذهب عقله، يولي إنسان هذا سكران ويذهب من عقل تاعو أحسن من أنه يموت. فهذه أهمية في ترتيب مقاصد الشريعة، وحكمة من حكم الله عز وجل في خلقه. ثانيا، الاشتراط في جلد الزاني. الزاني هذا كي تجلدو لازم ما تتلفلوش عضو، فهنا قدمنا حفظ العقل على حفظ النسل والعرض. كذلك النهي الصريح عن اتخاذ الزنا وسيلة لكسب المال، الدعارة، وهو منتشر كثير في وقتنا الحالي، أعاذنا الله وإياكم من ذلك، لقوله تعالى: ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا ومن يكرههن فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم. وهنا حفظ النسل مقدم على المال. تمرين بسيط جدا. أشكركم على المتابعة، طبتم وطاب سعيكم. إلى لقاء قادم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.